فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك موظف عليه ديون كثيرة وراتبه يكفيه للمصاريف الشهرية فقط، هل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ ما يجوز إعطاؤه من الزكاة إذا كان عنده ما يكفيه، إذا كان راتبه يكفيه للنفقة فلا، هذا غني. أما إذا كان الراتب أقل من تكاليف النفقة فيعطى، يكمل له النقص، نعم، من الزكاة، نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.